هذا اليوم الدراسي وما سميناه بيوم الاستثمار. سعيدة جدا بحضوركم معنا اليوم. إذن لقاء اليوم المنظم من طرف مجلس جهات إقليمي مواد نون وبالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية. الهدف منه أولا هو إبراز خريطة الطريق لجهات إقليمي مواد نون في السنوات المقبلة من أجل تقوية بنيات الجهة، من أجل أيضا الدفع بتنمية داخل الجهة، ومن أجل أن تصل الجهة إلى مستويات عالية ومستويات التي سوف تمكن من خلق فرص الشغل، وهذا هو التحدي الأول لدينا داخل الجهة، وأيضا تمكن من تعبئة الجميع، ومن أن تكون الجهة أيضا مرتبطة وتكون وصل ترابط أو وصل نقطة ربط ما بين الجهات الجنوبية داخل المملكة. اليوم تم تقديم مشروع مخطط التنمية الجهوي اللي كيتحدث على غلاف مالي يتجاوز 11 مليار درهم، والذي تمت بلورته عبر مقاربة تشاركية أولا، ثانيا أخذا بعين الاعتبار الواقع الحالي للجهة، وأخذا بعين الاعتبار المستقبل الذي نريده للجهة، ولكن كما قلت في كلمتي هذا ليس بحلم ولكن هو حلم واقعي، لأنه مبني أيضا على انتظارات المواطنين من جهة وانتظارات المستثمرين من جهة أخرى. وحاولنا من انطلاقا من انتظارات المستثمرين وانتظارات المواطنين أن نبني خطة أو خريطة طريق التي تتماشى مع هذه الحاجيات، وبالتالي خرجنا بمخطط تنموي أو مشروع مخطط تنموي للجهة كما قلت ديال المبلغ 11 مليار درهم، أكثر من 90 مشروع داخل هذا البرنامج، خمس محاور أهمها محور تقوية البنيات التحتية التي سوف تمكن من فك العزلة داخل المنطقة، وهذه مسألة جد مهمة كما تعلمون، والمستثمرون ينتظرون هذه تقوية البنيات التحتية، بل أكثر من ذلك ينتظرون أيضا إغناء الجهة ببنيات تحتية أخرى جديدة. المحور الثاني هو اجتماعي، وهو الإدماج الاجتماعي، لأن لا يمكن أن نتصور جهة في طور أو جهة متطورة وذات بنية تحتية قوية بدون إدماج اجتماعي للساكنة ديال الجهة. وهنا كاين الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كاين أيضا قطاع الصحة، هناك أيضا قطاع التعليم، هناك أيضا الثقافة، لأن ملي كنتكلموا لا ننسى أن التعليم أيضا مرتبط بالثقافة وبالرياضة، وبالتالي هذه كلها قطاعات تم أخذها بعين الاعتبار من أجل النهوض بالجانب أو المحور الاجتماعي. واحد من أهم المحاور بطبيعة الحال هو كيف يمكن لجهة إقليمي مواد نون أن تنخرط غدا إن شاء الله في خريطة الطريق التي يريدها صاحب الجلالة للهيدروجين الأخضر، وكيف يمكن أن إن شاء الله تكون سباقة في المشاريع. نريد أن يتم خلق نوع من الاقتصاد المندمج حول الهيدروجين الأخضر، ابتداء من الطاقات المتجددة ريحية وشمسية، ومرورا بمحطات، وليس محطة واحدة، محطات تحلية المياه، وأخيرا وصولا إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر ولما لا الأمونياك الأخضر والطاقة أو الكهرباء الأخضر. وبالتالي الجهة تنخرط في هذا التصور الشامل. نريد أن نعطي نموذج لأيضا الشركاء المؤسساتيين وأيضا الشركاء من القطاع الخاص اللي يكون فيه واحد هذا الاقتصاد المندمج حول أرضية عمل سميناها إقليمي مواد نون جرين هيدروجين فالي، اللي يمكن لها تكون بمقام أرضيات دولية اللي كنشوفوها في عدد من الدول المتقدمة، واللي يكون فيها جميع مكونات المتعلقة بالهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة ابتداء من التكوين، البحث العلمي، الابتكار. وحنا قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي،
وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.